يقول السائل: في هذا الزمن وفي هذا البلد خرج من يقول بالوقف في القرآن وأنه لا مخلوق ولا منزل. نسأل الله العافية. يقول: ما حكم هذا؟ شاك، هذا شاك في القرآن، يقول ما أدري هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، ولا يعترف أنه كلام الله عز وجل. هذا شاك والعياذ بالله. نعم.